السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. السلام عليكم، انا يا نسكن جدا بلاد البنكار، نهوتر مدرسة بادر وخدت هكا نكسميتو تقال ونهود مع الساعة 6، وكي نوصل مدرسة نوصل مش مرات نوصل مع 8 ونوصل متأخرة، ويقول لي أستاذ علاش تأخرتي؟ نقول له أستاذ نسكن بعيدة وما كيتفهمنيش. خدت هكا مش مرات يكون عندنا نهار كامل نقراوه، يكون عندنا صباح وعشية نديو فرنسي وعربية، وخدت يجيونا تقال وخدت هكا نحاربو باش نمشيو لديك المدرسة ونقرا، لأنه بابانا ما قاش حنا بغينا نقراو، لا بغيتو تطيب لنا النقل المدرسي باش حنايا نبقاو نتمشاو نقراو. خدت هكا، وكاين شي ناس مراد وكاين شي ناس صغار يمشيو يقراو، وخدت هكا يحاربو باش يمشيو يقراو ويوليو، لأنه باباهم ما قاش هما بغاو يقراو ويبغاو يخدمو على باباهم على ماماهم. وكاين لي ماماهم رياضة وتنوض مع الستات تمشي دير الفطور عاد تمشي للطبيب ولا تمشي دير اي حاجه. بدا انا يا ماما كدير الدياليز، وخاتها كتنوض مع 6 مع 5 دير لنا الفطور، تقلي صوالحها عاد تجي. ايوا حنايا خاتها هكا نمشيو نقراو ونجيو، ماما نسيبوها عاد مازال ما جات، وخاتها هكا ناكلو ونوليو نقراو ونكونو هكا ونهودو حتى مدرسة نهايته. ما نقدروش كاين اللي قام جد نهايته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء نشكر بعدا القناة والموقع ديال هيسبريس اللي استجب لنا وكاع المواقع اللي راهم موجودين. بالمناسبة هاد الوقفة اللي درناها راه ماشي هي الأولى، باش غادي نكونوا واضحين في الأمور ديالنا. حنا اتصلنا بالمجلس القروي النهار اللي تسلم الطوبيس من عند السيد العامل حبوها في 10 يناير العام اللي فات. مشينا عنده دفعنا طلب، الطلب ديالنا ها هو موجود. قلنا للسيد سميتو عندنا احنا معاناه ديال السكينه، تقريبا عدد التلاميذ اللي غادي يستافدوا بهذا النقل المدرسي هما 94 تلميذ ماشي 50 كما قالوا الاولين. انا بصفتي رئيس جمعيه الحمري للتنميه بولاد المنقار، هاد 94 تقريبا كاين واحد الربعه ديال الدواوير اللي هما مهمين اللي غادي يستافدوا بهذا النقل المدرسي. اتصلنا بالرئيس المجلس القروي السيد اباشر، وقلنا له المعاناه ديال هاد السكينه وهاد الاطفال. قال لك ديروا الطلب ديالكم والمسائل، درنا الطلب ديالنا ونتفاجئوا بالرفض. قال لي ان ها هو هنايا الجواب ديالو، قال لك انا ماشي من الاختصاص ديالي، الاختصاص ديال السيد العامل والاختصاص ديال المجلس الاقليمي.
وقلت له انا علاش غادي تسلم انت هذه الحافله بين كاين الاختصاص ديال المجلس الاقليمي والمجلس السيد العامل. كان من المفروض السيد العامل يسلمه مباشره للسكينه. درك هذه عام والاوتوبيس قاعد والاطفال ديالنا يعانيوا معاناه كبيره ولا سيما في المشتى. راه الناس ما عندهاش، الله غالب، راه الحداده تبلعت والناس راه تازمت. كنا نوصلوا بواحد الطوبيس جي 5 ديال الفوضى، لو كان صرات شي كارثه الله يحفظ. حنا بغينا هذا النقل لان الناس اللي مشاو يخدموا بخاطرهم، الوليدات ديالهم يمشيو يقراوا، ما يخافوا عليهم بالكلاب الضاله، ما يخافوا عليهم بهذا الشيء تاع التحرش اللي راه كارثه اليوم، ما يخافوا التعليم حتى بشي حاجه. وكاين الشتاء وكاين معاناه كبيره يعانيوها. راه الراجل كان يبطل الخدمه ديالو باش يقري الولد ديالو لان عنده 5 سنين ونص، راه معاناه. خصهم يشوفوا في الحاله ديالنا. حنا علنا على الاولاد ديالنا اللي تحملوا المسؤوليه ديالهم، انا نتحمل المسؤوليه ديال ولادي ما يقراوش الا يوفروا لنا الحافله. الله غالب ما قديناش، الله غالب. كنخرج بستة بالدار ونوصل لمجيت 8، تلاقاهم شي مرات دخلوا عليا، بقى الاستاذ كيخطي فيا يقول لي علاش ما كاينش تجي مع الوقت، وكنت نقول له راني تكون بعيده وما كاينش تفهمني، كنقول لي وخصك تجي بكري. شحال الوقت كضربي من الدار للمدرسه؟ ساعه. شحال من كيلومتر؟ 5 كيلومتر. يعني كضربي 5 كتمشي وتجي، عندك 20 كيلومتر. واه 20 كيلومتر. دروك خرجت من المدرسه وراني عيان، راني جيت طار نطلع وباقي لي 5 كيلومتر، راني عال مازال ما وصلت. انا نطلب الطوبيس باش يبقى يوصلنا ويردنا باش نقرا. انا عيان نشوفوا الكثر العرق اللي راهم فيا باش كل ما ديروا لنا الطوبيس ما نقراوش، راهم العرق فينا راهم يتقاطروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. نحن ساكنة دوار ولاد المنقار في حاجة ماسة لنقل مدرسي لتلاميذنا الصغار الذي يفوق عددهم 50 ولبعد المسافة. وهذه الكلمة نوجهها للسيد العامل عامل عمالة بركان والسيد الرئيس رئيس المجلس القروي لأغبال وجميع المسؤولين والآباء حاضرين ديالهم كاملين إلا بعض اللي خدامين في الفلاحة، وراكم شفتوا كل شيء واسمو كاين. وهاد الأبناء ديالنا ما غاديش يزيدوا يقراوا، راهم غادي يريضوا على الدراسة نهائيا لكون المسافة بعيدة، الجو سخون، شكون اللي غادي يخلي ولده يمشي منا 4 كيلومتر ويولي 4 كيلومتر يوميا؟ يوم 4 كيلومتر كاين، شوف رانا في النص نتاع الطريق، زيد طلع الفوق حتى البقاقلة. ولهذا نطلبوا من المسؤولين يشوفوا في هذه الحالة هذه تحت التلاميذ هذو. والسيد الرئيس كيقول لنا راه الطوبيس كاين موجود مبلعين عليه في الكراج عام هذه، ولا كل قال لنا حتى الدخول المدرسي، ورانا في الدخول المدرسي. واش باقي شي حاجة على الدخول المدرسي حتى العام الجاي؟ حنا ما غاديش يزيدوا يقراو هاد التلاميذ. واش انا هاد الولد هو مريض بالقلب، 2 عمليات على القلب، البنت ها هي دايره الساعه كتضرب 16 كيلومتر في النهار. حتى صدقنا درك كنا نديروها لها على 3 سنين نبدلوها لها ب 7 المليون، درك راه قال لك غير عام ونص تبدلها لها، خاطر راه تبدل جهد، راه تمشى ما خصهاش تمشى. واش نحرموها بالمدرسه؟ احنا بغينا الطوبيس لحقاش كنقطع واحد المسافه بعيده، ما كنوصلوش في الوقت نتاعنا، ديما كيفوتونا الدروس وما كنفطروش في الصباح، يعني كنمشيو بكري وما نوصلوش في الوقت نتاعنا ليشان، ولهذا كنطالبوا بالطوبيس باش نبقاو نوصلوا في الوقت نتاعنا. بغينا حتى حنايا طوبيس لحقاش كنقطعوا مسافه طويله في الصباح، ايوا وما كنوصلوش بكري، ما كنوصلوش بكري للمدينه، وحتى حنايا كنطالبوا بحقنا، بغينا طوبيس باش نبقاو حتى حنايا نوصلوا في الوقت مع التلاميذ، وكندخلوا مع التلاميذ نيشان في نفس الوقت.
وكان تحنا بغينا الطوبيس باش نبقاو دائما تحنا نمشيو في الشتاء كل شيء كتفوت علينا. حنا عندنا الطريق طويله واش بنادم صغير بالزيشو قداش يضرب 4 كيلومتر شحال باقي له باش يوصل؟ الواد حامل والناس تفوت الواد حامل هذا كيدير بنادم يدخل 8 راه ما يوصلش يدير ساعه تاع الطريق ساعه خصنا الطوبيس يدير ساعه باش يوصل. الكتاب عنده يهز 4 نتاع الدفاتر 4 والكتب والدفاتر خصنا الطوبيس